السلام عليكم الإخوان، فيديو جديد كيف ديما نحاول ما نطولش عليكم. بالنسبة الجديد هو أنه بالنسبة لمكعازي واخا كيلعب معانا كان ديجا دافع الدوسي ديالو للجامعة على قبل المستحقات ديالو مكتخلصش. اليوم بودريقة قدر يقنع مكعازي، عطاه واحد الجزء ديال الفلوس وداكشي اللي بقى ليه غادي يتقسم على أشطر. بالنسبة للإخوان، البارح راه كنتو شفتو المشكل اللي وقع، شحال غادي تخلص الراجع وتاني، راه هاد المشاكل راه تيأخرو لك انتي. دابا تا الإخوان راه الله يحسن العوان، غنقولوها بحال هكا، يا إما يكون مكتب مزيان يا إما عندك مكتب خيب. راه في جميع الأحوال تتقول الله يحسن العوان، راه كتفك مشكل تيتحل عليك واحد المشكل آخر. راه كيفاش غادي تخدم انت؟ غادي تحط راسك رئيس ديال الراجا والله تتهرب. راه كنبقاو ننتقدو في الخوان الخاوي، لا ما قدش علي يمشي، وشكون غادي يجي؟ انت ولا انا؟ راه هادشي اللي كاين الاخوان، راه بزاف ديال المشاكل، الفرقه راه غارقه وهادشي حنا عارفينه. دابا غنزيد لكم حاجه اخرى، هي فين غادي يعطيو لائحه المغادرين؟ شحال من واحد غادي يمشي للجامعه يحط الدوسي ديالو؟ راه دابا بودريقة كتسنى الرئيس يدير لائحة المغادرين باش يبرك مع هادوك اللي غادي يمشيو ويتفاهم معاهم ما يمشيوش لك الجامعة. راه دابا انت عاد ثلاثة الانتدابات اللي جبتي باقي ما قدرتيش تسجلهم. راه هادشي يا الاخوان راه تيأخر لك الانتدابات. وبالنسبة لخوت اللاعب الكولومبي، شفت بزاف ولاو تيكتبوا لي لي كومونتير ديال واحد الاسم بعدا الحمد لله، بعدا المصدر اللي عطاني هاد الاسم ديك الساعه فاش دويت لكم عليه، حتى شي واحد ما عارف، حتى شي باج ما جبدات لكم هاد الهضره. الحمد لله المصدر ما كذبش عليا، هما الدراري بداو تكتبوا الاسم ديالو في لي كومونتير. يعني السيد كاين بصح، كان هنا بصح، كان متواجد هنا ف تيران نهار الديربي، يعني التفاوض مع مع اللاعب الكولومبي كاين ديال بصح. والدليل هما الدراري بداو تيكتبوا لي في لي كومونتير الاسم ديالو، واش هو هذا اخويا؟ يعني الحمد لله ما كذبتش عليكم عاوتاني. نتمنوا كما قلت لكم، شفت في لي فيديو السيد هو هذاك المهاجم اللي بغيتوا تسمعوا، هو هذاك داك لي تي ماركي تيدار مع الديفونس، تعمر على كورتو تيضرب بالراس، هذاك النوع ديال المهاجم اللي بغيتو. الحمد لله. ونزيد لكم حاجه اخرى، السيد كانت باغا الالف واحد الوقت وما تفهموش على الفلوس. الاهلي راه نتوما عارفين ما تمشيش لاي لعاب. الحمد لله اتصلت بالسيد وشكرته على ديك المعلومه اللي عطاني، باقي ما عرفت حتى شي واحد. يلا بداو الدراري تكتبوا في لي كومونتير، باقي حتى شي باج دابا حاليا ما تيهضروا عليها. الملف كما قلت لكم ديال الانتدابات راه هادشي اللي معرقلو ومعرقلو، كذلك كما قلنا الديربي ما خاصكش تقول مع من سينيتي. عندي جوج سميات قالوا انهم غادي يتعلنوا ان شاء الله مورا الفينال، ما بغيتش نقول لكم رسميا وما غاديش نقول باش ما نطيحوش في مشكل ديال العربيدي نهار اللي قلنا والغد ليه سينا فرقه اخرى. يعني الناس في المكتب راه قسما بالله الاخوان راه خدامين على شحال من حاجه. نتمنى والله يوفقهم ووفقنا حتى حنا ونشوفوا الراجا اللي بغينا ترجع. هادشي اللي كاين حاليا الاخوان، يكون شي جديد كيف ديما غنحط لكم الفيديو. غادي نطلبكم طلب واحد ولا جوج طلبات. الطلب الاول اللي ما ديرش ابوني الخوت يدير ابوني ويفعل الجرس. الطلب الثاني، شكرا للناس اللي تيشجعونا في لي كومونتير، تيقول لك ما داش في هذوك اللي تيعيروا، غير ما يسبش ينتقد، قول شفار، قول كذاب، قول كتقلب على لي، قول لي اللي بغيتي، غير السبه نبعدوا عليه وقول لي بغيتي في لي كومونتير. انت حر، ما نمسح لا كومونتير ما ندير حتى شي حاجه. ينتقد من حقك، قول اللي بغيتي من حقك، غير الله يرحم الوالدين السبان تجنبوه وقول اللي بغيتي. هادشي اللي كاين حاليا الاخوان، بقاو معانا مفعلين الجرس باش فين ما يكون شي جديد يوصلكم.